هالي عد يناشدون المنظمات الدولية غاثتهم عقب انقطاع تام للمياه. ناشد أهالي مدينة عدن المنظمات الدولية للتدخل وغاثتهم عقب انقطاع المياه عن منازلهم لليوم الثالث على التوالي. وقال مواطنون لكريتر سكاي: المياه تنقطع عن منازلنا بعدن منذ يوم الأربعاء دون سبب يذكر. وأضافوا: فشل التحالف العربي منذ 5 سنوات عن إعادة الخدمات التي قصفها الطيران التابع له أثناء الحرب. نحن نعاني من انقطاع التيار الكهربائي والمياه. واختتموا: نناشد المنظمات الدولية غاثتنا، فالمياه منقطعة عن منازلنا منذ 3 أيام.